في الأوساط العربية دائما بنسمع عن كلمة أخذوا ورا مصنع الكراسي، دائما بنسمع عن هذه الكلمة، ولكن أنا للمرة الوحيدة والأولى أشوف حرفيا شخص بياخذ شخص ورا مصنع الكراسي، لأنه باسم يوسف أخذ بيرس مورغان مش ورا مصنع الكراسي، ورا 10 مصانع كراسي بالمقابلة اللي عملها فيه واللي انتقد فيها الاحتلال الإسرائيلي وقتله للأطفال. مش بس باسم يوسف اللي راح نحكي عنه اليوم، راح نحكي كمان عن بطل العالم البيج رامي وموقفه من القضية الفلسطينية، وراح نختم في النهاية عن بطل الأبطال أبو فلة، الشخص اللي عنده أكثر من 35 مليون ضحى فيهم كلهم كرمال أنه ينصر فلسطين بعد ما حذف يوتيوب مقطعه اللي نزله بينصر فيه القضية. قبل نبدأ الحلقة لايك للفيديو، اشتركوا بالقناة إذا مش مشتركين، يلا نبدأ الحلقة. You know, it's just like those Palestinians, they're very dramatic. Ah, Israel killing us. But they never die. I mean, they always come back. You know, they're very difficult to kill, very difficult people to kill. I know because I'm married to one. I tried many times, couldn't kill her. طبعا هنا باسم يوسف بيستهبل على بيرس مورغان لما سأله، حكى له شو اللي صار ب 7 اكتوبر وشو رأيك فيه. حكى له الفلسطينية صعب جدا انك تقتلهم، انا زوجتي نفسها حاولت اني اقتلها ولكني ما قدرت. I mean, there's a dark humor there, and I understand why. Because no, it's not dark humor. I try to get to her every time, but she uses our kids as human shields. I can never take her out. هنا لازم نوقف يا جماعة. هنا لازم نوقف ونفهم تماماً الحركة اللي عملها باسم يوسف في بيرس مورغان. إيش هي؟ حكى له أنا بحاول إني أقتل زوجتي دائماً. شبه نفسه إنه هو إسرائيل وزوجته غزة. لكنه حكى له إنه زوجتي بتحط أولادنا قدامها زي دروع بشرية، بمعنى غزة تستغل المواطنين تبعونها أهالي غزة كدروع بشرية. طبعاً الكلام مش منطقي إنه واحد يقتل زوجته بس زوجته تحط أولادها قدامه كدروع بشرية. بالضبط اللي بتعمله إسرائيل. مش منطقي أبدا إنك تقتلي أطفال ونساء وشيوخ بس عشان توصل لمرادك. باسم يوسف رائع جدا بالتشبيه، يعني بيرس مورغان اللي تطلع عليه صفن إنه إيش اللي بتحكي هذا أنت. مش بس هذه الحركة الحلوة اللي عملها باسم يوسف، لا، لما سألوا بيرس مورغان شو رأيك أنت كيف ممكن ننهي النزاع بين إسرائيل وبين المقاومة، باسم يوسف رد عليه رد احترافي. That the solution for this is for Israel to annex Gaza and to kill as many sons as possible to make sure that this will never happen again. برضه حركة حلوة، حكى له لازم نقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينية عشان نقدر إنه نسيطر على المقاومة. وهذا على فكرة اللي حكاه بن شابيرو، هو واحد داعم للكيان الصهيوني. فباسم يوسف بيرد على بيرس مورغان وبيحكي له أنا بتفق معه بنفس وجهة النظر، نقتل أكبر عدد ممكن من الأبرياء حتى نوصل لمرادنا، ما في أي مشكلة في الموضوع. 3500 people were killed including 5000 son of bitches in the bombing of the Baptist hospital as we speak right now. So my question to Ben Shapiro is how many more son of do we need to kill so Ben Shapiro is happy. بالضبط، السؤال جدا رائع. احنا كم بلزمنا نقتل فلسطينية حتى نوصل للحل تبعنا، الا وهو انه نخلص على المقاومة؟ سؤال قد يبدو بالاول انه غريب، ايش هذا، هل معقول نسأل هيك سؤال؟ ولكن فعليا هذا هو السؤال الصحيح. اذا انت يا بن شابيرو او اي حدا صهيوني بيحكي انه لازم احنا نضلنا بالعدوان هذا على غزة، السؤال اللي بدي اسأله كم ضايل عدد من الأشخاص المفروض تقتلوهم حتى توصلوا لمرادكم؟ 14 was a great year for Ben Shapiro. 88 Israelis were died and there was 2,329 Palestinians killed on the other side. That is one Israeli for 27 Palestinians. That is a very good exchange rate. What... برضو باسم يوسف بيتحايل عليهم بطريقته صراحة، طريقة رائعة جدا بالسخرية. حكى له ب 2014 مات 88 إسرائيلي قدامهم 23 ألف فلسطيني، يعني كل 27 واحد من الفلسطينية بموت قدامهم واحد فقط إسرائيلي. فإذا أنتم ب 2014 عملتوا هيك، الآن كم بدكم تقتلوا عشان توصلوا لهذه المرحلة أنكم والله خلص إحنا راضين هيك وإحنا خلصنا على حماس؟ وجهة نظر حلوة بطريقة ساخرة. بيرس مورغان سأل باسم يوسف انت لو كنت مكان اسرائيل شو بتعمل؟ باسم يوسف برضه هتمسخر عليه بهذه الإجابة. I would do exactly like Israel did, kill as many people as possible since the world is letting me do it. I mean I can do it because I can, you know. But فهمتوا بالضبط ايش اللي حكاه باسم يوسف؟ حظني اقتل اكبر عدد ممكن من الناس طول ما العالم موافق، ولاني انا بقدر اعمل هيك فخلص بضلني اقتل. برضه مسخره مره ثانيه لبيرس مورغان، وجهه نظر اللي هو بتبناها، وكمان لكل صهيوني وجهه نظر بتبناها انه اظني اقتل عادي لانه العالم كله شايفني بقتل وصام اذني. بينما العالم لما تكلمنا عن الالوان
كلهم عووا صريح كلاء حرية شخصية وما بيصيروا من هالكلام، بينما العالم لو تكلمت عن أي قضية نسوية كله رح يعوي. أما الآن ألاف بموتوا كله بيحكي لك من حقهم إنهم يدافعوا عن نفسهم، هذه حريتهم إنهم يدافعوا عن نفسهم. لكن لما غزة بدأت إنها هي تأخذ حقها، لا مش من حقها، تدافع عن نفسها بإنه في محتل موجود بأرضها. ازدواجية معايير. Let's for a minute imagine a world without Hamas. What will this world look like? هنا باسم يوسف قرر انه يلعب لعبة تانية مع بيرس مورغان اللي بيحكي لك انه لازم نقتل الاطفال، نقتل كل اشي عادي مش مشكلة، مش مهم، في سبيل انه نحرر غزة من حماس. حكى له تعال نلعب لعبة انا وياك، نفترض ان العالم كله بدون حماس شو ممكن يصير؟ لكن لانه باسم يوسف صايع شوفوا شو كمل وحكى بعدها. Let's for a minute imagine a world without Hamas. What will this world look like? Let's give this world a name and let's name this world the West Bank. حكى له خلينا نفترض عالم بدون حماس. افترض. حكى له طيب تمام ونسمي هذا العالم الضفة الغربية، لأنه فعليا الضفة الغربية ما فيها حماس ولكن لسات الإسرائيليين بيقتلوا الفلسطينية. Hamas has absolutely no control in the West Bank, and since the beginning of this year, only through August, 37 Palestinian kids were killed. No music festival, no paragliding, no Hamas. فحكاله حتى الآن 37 طفل قتل في الضفة الغربية مع إنه ما في حماس، لا في حفل موسيقي ولا في طائرات شراعية ولا في حماس. ليش الفلسطينية بموتوا في الضفة الغربية؟ صراحة هنا أنا أعلق وأصفق لباسم يوسف، ذكي جدا جدا جدا. يعني شوفوا أنا بختلف مع باسم يوسف في كتير شغلات، لكن لما تلاقي شخص بدافع عن القضية بهذا الشكل ما إلي إلا أن أقول له شكرا لك، وقفة احترام، لأنه عن جد أنت أخذته وراء مصنع الكراسي. يلا نكمل. Since the occupation of the West Bank 7,000 Palestinians were killed. كمان حكى له في الضفة الغربية ما في حماس، منذ الاحتلال لليوم 7,000 فلسطيني مات. ليش لحد الآن الناس بتموت في الضفة الغربية مع العلم إنه ما في حماس؟ يعني شو عذركم؟ يلا هل في إجابة لهذا الكلام؟ I heard Ben Shapiro and I heard Ron DeSantis and they said Israel is the only military force in the world that warns civilians before bombing them. I mean how f***ing cute. That is so nice of them. جيش الاحتلال الإسرائيلي بيعطي إنذار للناس، بيتصل عليهم بيحكي لهم بعد إذنكم بدنا نفجر بيتكم فاطلعوا من البيت تبعكم. يا الله ما أروع هالموضوع. باسم يوسف بيسخر منهم إنه ليش بالأساس تقصفوا الناس، ليش بالأساس تقتلوهم. يعني بن شابيرو والناس تبعونه هذول اللي بيأيدوا هذا الاحتلال بيحكوا إنه إحنا رائعين، قبل ما نقصف الناس بنستأذنهم. يعني زي ما يجي واحد يحكي لك على فكرة أنا حرامي رائع جدا، قبل ما أسرقك بحكي لك إني أنا جاي أسرقك، هذا بيعني إنك أنت مش حرامي؟ بالضبط نفس الكلام مع إسرائيل. هل بيعني إنك أنت مجرد إنك حكيت والله بدي أقصفك فخلص راح عنك العذر؟ شوفوا باسم يوسف بعدين شو بحكي لهم يا جماعة. If Russian troops started warning Ukrainians before bombing their houses, we're cool with Putin, right? I mean, okay, حبيبي, you have warned them, go invade, it's fine, you have done your job. الله 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 الله. شفتوا كيف يا جماعة حكى لهم؟ يعني إذا أنتوا بوتين قبل ما يقصف أوكرانيا بيعطيكم إنذار، يعني تمام خلاص ما عندكم مشكلة بنفس معاييركم ومقاييسكم. باسم يوسف ما شاء الله تبارك الله يا جماعة، عنده قوة استحضار للمواقف وعنده قوة في الدفاع غير عادية ما شاء الله تبارك الله. But I don't know, but there's no Hamas in the West Bank and they're still dying there. So what's your excuse? I don't have any excuse. I'm telling you there is no Hamas in the West Bank. What is the excuse? Not your excuse. What is the excuse to kill those people? Well, listen, this question of proportionality is one that... No, answer my question! I've been answering your question, you answer mine! It's actually not my job to answer your question. مش شغلتك انك تجاوب صح، اما انك تدافع عن وجهة النظر الاسرائيلية اللي بتحكي انه المقاومة قطعت رؤوس 40 طفل، عادي تحكيها انت واثق منها، لكن لما حشرك بهذا السؤال ما عندك اي اجابة. بيرس مورغان سكر برنامجك، انت حرفيا باسم يوسف اخذك ورا مصنع الكراسي وعمل معك حاجة غلط، انا متأكد من الموضوع. لذلك احترم شيبتك، انت كنت زمان كويس ومحترم الان قلت كرامتك. So if they continue bombing, what are they hoping to achieve? We know what their stated aim is. Their stated aim is to eradicate, yes, and wipe out Hamas. They believe Hamas are living predominantly in northern Gaza. They also are aware they're living amongst civilians. بيرس مورغان بيحكي إنه إسرائيل بتقصف غزة بهذا الشكل عشان يخلوا المدنيين يقلبوا على حماس، فبالتالي تقدر إسرائيل إنها تفوز وتنتصر على حماس. هنا باسم يوسف وقع بيرس مورغان بفخ
ابن لذينة. اسمعوا. Basically, Israel is doing this to pressure the Palestinian community in Gaza to turn against Hamas. Is that right? I'm sure that's part of it, yes. حكاله أنت بتحكي إنه إسرائيل تعمل هذا الإشي حتى تخلي أهل غزة ينقلبوا ضد حماس، صح؟ حكاله صح. شوف الرد يا جماعة من باسم كيف أعطاه كف خلاه يلف حولين حاله. That's part of it. So this is exactly what terrorist organizations do, because terrorist organizations will have no chance beating a whole nation in battle. So they terrorize and they kill the civilians in order to spread fear and terror so they can turn against their government to change their policy. You have just compared Israel with ISIS. No, I don't see any comparison between. لا 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 أنا ما أنا 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 ما حكيت هل أنا حكيت ورطه حكاله هذا الأسلوب بالضبط هو اللي بتعمله داعش عشان يقلبوا المدنيين على نظام الحكم تبعهم. عن جد باسم يوسف فوق العبقري يا جماعة بهذه المقابلة. باسم يوسف خلى بيرس مورغان نو أنا 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 ما حكيت هيك. It's gonna be the headlines tomorrow. Piers Morgan, Israel is ISIS. Only amongst people who weren't listening. بكرة حتكون على العناوين إنه بيرس مورغان بيقارن داعش بإسرائيل وفعليا ما في اختلاف بين الاثنين. And then I watch an interview for Danny Aiello, chief advisor. He was also the Israeli ambassador to the United States. And you know what he said, Mr. Prime Minister? He said that the solution for those Palestinians is to go into a vast land of Sinai and live into tent cities temporarily, huh? Temporarily, wink, wink, until we build Gaza again, and then we invite you back. Aha, yalla, obtahna ba. Yani, family, as we've seen this movie before. هاي فايدة انه يكون في عندك واحد صايع بطرفك. اعطاهم حبة احى اسكندراني رائعة رائعة. يعني انتوا بتستهبلوا، انتوا بدكم تحطونا شوية في سينا عشان تخلصوا على حماس بعد هيك ترجعونا. لا لا، احنا عارفين انه هذا الاشي ما راح يصير. انتوا اوكيوباير، انتوا محتلين، راح تدخلوا جوا هذه البلد وتحكوا هذه ارضنا اساسا من زمان. فاحنا شايفين هذا الفيلم قبل هيك. باسم يوسف، أنا ما إلي إلا إني أعجب في الأسلوب اللي أنت عملته وأزقف لك بس. شكرا جزيلا. Israel always victimizes itself and I have never seen a victim putting their oppressor under siege and bombing them 24/7. Israel wants you to believe that they are the victim. Dealing with Israel is so difficult. It's like being in a relationship with a narcissistic psychopath. باسم يوسف بهذا اللقاء يا جماعة حسسني إنه عن جد أخذ الصهاينة كلهم وحطهم في الزاوية، أخذ الإعلام الغربي كله وحطهم في الزاوية وبدأ إنه يضرب فيهم. هو ما حطهم في الزاوية، أخذهم ورا مصنع الكراسي بيحكي له إنه دائما إسرائيل بتحاول تبين نفسها أنها هي الضحية بينما هي المحتلة، فعن جد هي مختلة عقليا. باسم يوسف للمرة الأخيرة حب أحكي لك شكرا جزيلا لك، عن جد ما قصرت. على فكرة بيرس مورغان وباسم يوسف على تويتر حكوا إنه راح يسووا مقابلة ثانية. نصيحة بيرس مورغان، تحكي له ولا اعتذرت، خلاص أنا اعتزلت عالم الإعلام كله ولا بدي هذه المقابلة، لأنه عبر الاتصال وبسماعة وهو مش شايفك أخذك ورا مصنع الكراسي، فما بالك لو كنت فيس تو فيس. عمري ما حسيت في حياتي بأكثر من كده معانا، إن إحنا أشباه رجال، لأن أنا زمان وأنا صغير يعني كنت بقول أكيد الناس اللي فرطوا في أحلام الأمة دي أكيد الناس كانوا ضعاف، لكن إحنا ما فيش أضعف منا. يا بطل العالم يا رامي، يلي أنت عن جد قدوة لأي شخص بيسمعك. احنا فعلا ضعف، لكنك قوي جدا بقرارك انك تطلع تحكي هذا الكلام، خاصة انه عندك اولمبياد شايف، هذا الكلام راح يأثر عليك كتير، وانا متأكد انه حيكون مشوارك صعب جدا فيها، ولكنه ما همك ولا اشي، طلعت قدام العالم كله بدمعتك الجميلة هذه ووصلت رسالتك. اسأل الله سبحانه وتعالى انه يكتب لك اياها كأجر عندك، كأنك شخص حاولت انك توصل رسالة لك، بما انه لك ملايين الناس اللي بتحبك. على القليلة انت احسن من غيرك يا رامي. أي إنسان مهما كانت خطته ما توصلش الحقارة بأنه يشوف أطفال تبقى أشلاء، مهما كانت حقارته، مهما كانت مهما كان أمر ما فيهوش قلب ولا رحمة. طبعا كلامك منطقي، ولكن الحقير اللي بنتعامل معه محتل، فهو بطبيعته عادي، يعني بالنسبة له هذا الإشي اللي بيعمله عادي، فأنت ما تنخض يا بيك رامي يا بطل العالم. كلام في أفكاره كلها كتير، وما تعرفش أسوأ إحساس الواحد حاسه إنه حاسس إنه جزء من الخيانة، حاسس إنه خنجر من الخناجر اللي بتتأثر بها أولادنا. والله صدقت، لما بناكل ولما بنضحك ولما بنتمشى ولما بنستمتع أو حتى بنبتسم ابتسامة صغيرة بنحس حالنا خونة. شعورك يا رامي بهذا الشعور صدقني بحد ذاته
وقفة حقيقية. أقسم بالله العظيم مقطع مدته 3 دقائق بجرامي يلخص فيه القضية بالكامل. اللي بظن نفسه إنه بعيد عن الاحتلال والاحتلال مش جاي، صدقني الدور جاينا واحدة واحدة، ولكن تبقى العقلية إنه إحنا يد واحدة هي العقلية الوحيدة المنجاة لنا من هذا الاحتلال. لكن طول ما إحنا حاسين حالنا إنه بما إنه الشر بعيد عني أنا ماليش دخل، الدور راح يجينا. مش بس باسم يوسف ولا بجرامي اللي حكوا، كمان أكبر مؤثر عربي على اليوتيوب أبو فلة نزل مقطع يا جماعة بيدعم فيه القضية الفلسطينية، حتى يتفاجأ إن اليوتيوب حذف له المقطع وعمل له سترايك كمان. ليش يا يوتيوب عملت هيك؟ ما في أي أسباب تذكر. فإيش عمل يا جماعة؟ ما خاف على 32 مليون اللي عنده، ما خاف أبدا، وقال كل إشي عندي فدا الإشي اللي أنا بآمن فيه ألا وهي القضية الفلسطينية. مع العلم إنه أبو فلة مش فلسطيني، لكنه عربي، لكنه مسلم، لكنه إنساني عنده إحساس. فرح نزل كمان مقطع يا جماعة وحكى لليوتيوب بدك تحذف مقطع احذفه، بدك تحذف قناتي كلها احذفه، أنا بقول لك ملعون أبو الاحتلال، يسقط الاحتلال. وحكى كل إشي بقلبه يا جماعة، ما حدا بيعمل هذا الإشي هيك من راسه إلا إذا عنده عقيدة من جواه هو عن جد ما بيفرق معه أي إشي فدا فلسطين وفدا القضية اللي هو بيآمن فيها. صدقوني يا جماعة موقفه مش سهل أبدا، موقفه جدا صعب. انت عارف ايش معنى تتعب على قناة وتوصلها 32 مليون وبالنهاية يعني لك عليها سترايك وبعدين ممكن سترايك تاني واللي بعده يحذف لك القناة؟ هذا إشي أبدا مش سهل ولا بسيط. اللي عمله أبو فلة فخر كبير 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 عن جد. أبو فلة أنا من الناس اللي ما بعرف محتواك، ولكنه بس سمعت انك عملت هيك دخلت جوا واشتركت في قناتك واستمتعت بموقفك الرائع. عن جد انت من الاشخاص اللي بنفخر فيهم، كتير غيرك ما عملوا الموقف اللي انت عملته. قبل ما نختم حاب احكي انه احنا بنقدر ندعم اهل غزة بعدة طرق. اولها الدعاء هو اهم اشي ولا تستهينوا فيه ابدا. ثانيها الدعم المادي عن طريق المواقع الموثوقة واللي بتلاقوها في كل مكان. الثالث انك تنشر هذه القضية لاي حدا ما بيعرفها. الرابع انك تقاطع المنتجات اللي بتدعم هذا الكيان، زي ما شفنا اخواننا المصريين رائعين جدا يا جماعة. اخواننا المصريين قاطعوا ماكدونالدز لدرجة انه سكر في اكثر من محافظة. شايفين كيف احنا بنأثر على السوق كامل؟ احنا بنأثر على الماركت يا جماعة، احنا اغلبية، احنا عدد كبير يا جماعة. فبالتالي الاشي اللي بنقاطعه بيخسر الكيان اللي بيدعم الاحتلال حتى يقتل أطفالنا. ما تستهينوا أبدا بالمقاطعة، خاصة إنه هذه الأيام كل إشي له بديل، فليش ما نقاطعهم؟ ختاما أشكركم على وقتكم ونراكم في حلقة جديدة.